ملي كنقولوا 13 سنه قاصر وشهرين كتبانش. قلبوا على جميع الانحاء ديال المنطقه لدرجه انهم وصلوا حتى للرباط، وغادي نشوفوا القصه ونسمعوها على لسان الام اللي الله يسمح لنا من الوالدين. الله واخا يكونوا عندك 10000 واحد ينقص لك منهم واحد يعذبك في حياتك. السلام عليكم لالا. عليكم السلام اخويا. قدمي لنا نفسك وسميت بنتك. سميتني سميره، بنتي سميتها آسيا غزال. خرجت نهار الجمعه مع الست العشيه سخرتها، ملي سخرتها تعطلات ما تواصلات ديك 6:15 6:30 ما جاتش. خرجت نقلب عليها، مشيت عند مول الحانوت قال لي راه ما جاتش عند الدري. قلبت 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 ما لقيتش، عيطت لبابا قلت لي راه آسيا راه سخرتها ما بقاتش رجعت. قال لي علاه مالا فين غتمشي؟ قلت لي راه ما عرفتش فين غتمشي. قال لي صافي انا غادا نقلب. قلب قلب ما لقاش. مشينا للسلطات قال لنا تدوز 24 ساعه. مشينا للبحر ديال المحمديه قلنا زعما الطوبيس اللي يكون دايز من هنايا، قالت عقل دراري ما عرفتش. مشينا للبحر، قلبت البحر ما كاينش. مشيت للسبيطار مولا عبد الله ما لقيتهاش. مشيت للسلطات اللي كاينين في البحر ما كايناش. مشيت للسلطات ديال المحمديه ما لقيناهاش. مشينا للبرنوسي ما كايناش. مشينا للمحمد، مشينا للكازا ما خلينا. فين مشينا؟ مشينا لمحطه ولاد زيان ما خلينا. خيريات ما لقيناهاش ما لقيناهاش. مشينا ما خلينا فين قلبنا ما كايناش. ما دلحتها في الفيس دلحتها، ما حتى واحد ما كيعطينيش شي خبر. كنا يقولوا لي يا راه بنتك راه شنا هنا ولا شنا هنا، نقول شي امان راه بنتي حيه وراه بنتي راه كاينه وراه بنتي. حتى واحد بحال شي حاجه وطارت ما عرفتهاش فين مشيت. احكي لينا على السلوكيات ديال آسيا في الدار. عادي كتلعب بيا وخوتها، باقا 13 عام باقا تلعب، باقا بابا بغيت هادي بابا بغيت هادي. ما مخليها مخصوصه من حتى شي حاجه. اللي شافها ما يقولش الاب مع بنته، ما يقولش اب مع بنته، تقول شي صديق ديالها. ما عرفتش انا الدريه ما عرفتش، بالعكس كنتعاملوا معاه مزيان. سؤال بسيط هذا شويه ربما يقدر يفيد، واش مولفه آسيا كتخرج تسخر اولا كتخرج مثلا تقدر تمشي عند عائله وتبقى عندهم؟ لا لا، مشيت انا ديتها عند ماما كتمشي، انا اللي كنديها، ومني كتتم جي كتجيبها ماما عندي، ما كتمشيش عند العائله. لا مشات كنمشي انا وياها ورجع انا وياها. عمرني ما خليتها في شي بلاصه نقول نخليها هنا ولا نخليها هنا، ما نخليهاش وراها. الا خليت مره كتوقع لكم هاد الحاله؟ اول مره. عمرها تلفتش نهار؟ عمرها ما تلفت، عمرها ما مشات، عمرها ما خرجت، ما كتخرجش ما كتخرجش. مني خرجت من المدرسه ما بقاتش كتخرج. شنو باش مقاطعه الدراسه؟ داك العام كانت كتقرا في السابعة، أول دار طلعت للسابعة قرات نقول لك إعدادية صافي وحبسات. طلعت قرات شهرين 3 شهور، قالت لي ماما صافي مبقاتش بغات نقرا. ما قالت لي ماما كلشي بيوف كلشي فرونسي مبقاتش بغات نقرا. درت معاها جميع المحاولات ندخلك للسواع، قالت لي لا ماما صافي مبقاتش بغات نقرا. صافي ما بغاتش نبدا نزير عليها نحكر عليها عاوتاني نقول غنصيفطها للمدرسه بالزز غادا تمشي ليا ولا غادا تترافق مع شي دريات ما كيدخلوش للمدرسه ولا هادي. صافي بركتها في الدار، قلت لها بغيتي تبركي على خاطر ديالها عند الدراسه قناعه منها هي ماشي منا حنا. عمتها يا عمتها قالت لها انا نخلص عليك السوايع، عير رجعت قراي. قالت لها لا، قالت لها لا انا ما بغيتش بغيت نقرا. واخا سولتوا عليها في المدرسه؟ سولنا عليها في المدرسه، ما خلينا فين سولنا ما كايناش. هاد العام ولد عمتها طلع للسابعة، قلت لها جي نرجعك للمدرسة ولا تقريتي ولد عمتك سيري تي ويا وجيتي ويا. قالت لي لا ماما انا المدرسة مبقاتش بغات نمشي لها، لا انا المدرسة مبقاتش بغات نمشي لها، خليتها على خاطرها ما بغاش نبقى نزير عليها. عاوتاني الا زيرتي بزاف عاوتاني ما بقاتش بغات نزير. صافي تا سخرتها مشات ما بقاتش رجعت. واخا علاقتها مع الاصدقاء ديالها مع ولاد الجيران مع بنات الجيران؟ عادي عادي كانت، لا الا خرجت كاع الا خرجت دقيقه كتخرج عند واحد بنت جارتنا هنا وكترجع. صافي ما كتبقاش في الزنقه، ما عندها الصحابات زعما صحابات يجيو يدقوا عليها ولا يعيطوا عليها ولا ما كاينش. ما عندهاش شي يعني شي مشكل نفسي شي حاجه لاحظتوها عليها؟ لا هي حاجه وحده ولات باغا تبقى غير بوحدها، باغا تنعس في البيت غير بوحدها.
ما طرحتوش هذا السؤال علاش كتبغي تهز بوحدك؟ قالت كتقول لي لا ماما حقا الدراري كيصدعوني. شحال ديال الخوت عندها؟ عندها ثلاثة، عندي جوج ولاد وجوج بنات، عندي بنت عندها عندك دابا أربعة البنيات بأسية. عندي أربعة الوليدات جوج وليدات وجوج بنات. خوتها كتلعب عادي، كتلعب معاهم عادي، عزازين عليها، الحاجة تحيدها منها وتعطيها لخوتها عادي عادي، ماشي ماشي زعما ولات عنصرية ولا كتضربهم ولا شي حاجة، لا عادي. واخا مؤخرا قبل ما يوقع الحادث ديال الاختفاء ما لاحظتوا عليها حتى شي حاجة مغيرة؟ لا كاينة حتى شي حاجة مغيرة، هادشي اللي أنايا شي علاقة ربما مع شي صديقة ولا مع شي ولا أنا راه هادشي دابا اللي فاش أنا وليت كنقول كيفاش واش ما عندها صحابات، ما كتجي عندها درية زعما باش تعمر لها راسها وتقول لها يلاه نمشيو لديك البلاصة، والو ما كاينش ما كاينش. عادي الدريه عادي، نهار الجمعه عادي درنا الغدا تغدينا تكينا عادي، وصلت سته باش قلت لها سيري بنيتي تسخري ليا، مشات مابقاتش رجعت. سته ديال العشيه خرجت مابقاتش رجعت. نوع السخرة شنو كان؟ قلت لها سيري جيبي لي الخبز. غير الخبز؟ اه يعني قريب الحال ماشي؟ اه والحانوت عندنا. اه الحانوت مشات مابقاتش رجعت. تقريبا المده دابا باش اختفت شحال؟ نهار تسعود في شهر تسعود. نهار تسعود شهر تسعود شهرين شهرين و نزيد عليها. واخا الاجراءات اللي درتو بالنسبه للديكلاراسيون عند الدارك الملكي ويعني ديكلارينا دينا تصاور للسبيطارات، مشينا مشينا الامن الوطني ديال الكازا، مشينا الامن الوطني ديال المحمديه، ما خلينا فين فين مشينا. ما عمرهم اتصلوا بكم؟ عمرهم ما اتصلوا. لا سمح الله والله يستر اقدار، عيطوا لكم مثلا شي حاله ديال شي بنيه ميته او شي حاجه تشوفوها؟ لا لا لا، مشينا للسبيطارات كنطلب هذيك اللي كاينه كنقولها اختي عسري شوفي هي مستودع الاموات، لا تكون بنتي ديرك سيده ولا ماشيه للبحر تكون غرقات ولا شي حاجه. قالت لي شوفي اختي راه ما كايناش دريه عندنا حنايا عندها 13 عام راه ما كايناش. ما خليتش نقلبت هذوك صحاب القهاوي عطيتهم التصاور، ما خلينا فين مشينا؟ مشينا للخيريات كايناش. السلوك ديالها مع باه ماشي ما تقولش اب مع بنته، مزيان معاها في معاملة، مزيان معاها بزاف بزاف بزاف، عزيزة عليه بزاف، ما كيضربهاش ما كيقربش ليها ما كيقيس. انا اللي تنهضت انا اللي تنهضت فيها كيبرك كيبرك يعرفيك يقول لي بعدي من الدريه ما تنهضيش فيها ما ديريهاش بعدي من. واخا بالنسبة قلت لي جداتها امك كتمشي لعندها كتمشي معاك انت، يعني ملي كتمشي عند جداك عند امك انت جداتها هي كتخرج كتلعب حتى هي قدام الباب؟ كتخرج كتخرج نديك دابا عندهم كلهم سوا الجيران لتنوير المشاهد والراي العام، ربما تكون شي علاقه مع شي حد ما كتخرجش، كاينين خوتي كيتسخروا ما كتخرجش. واخا لا لا، عدد من الحالات اللي صادفنا بهم اللي تبعناهم كان سبب ديالهم اصدقاء وعلاقات ديال المراهقه كتأدي بعض المرات إلى حدوث كوارث من الاغتصاب حتى القتل، وبعض المرات كيقدر الله وكتسلم الأمور وكتكون غير مجرد اختفاء عادي. حنا هنا أمام حالة متتبعينا الكرام حالة غريبة من في الأمر ديالها، هي 13 سنة شهرين باش غيبة على دارهم، يعني حتى هذاك العقل المدبر ديال وحدة راشد ما عندهاش، يعني طفلة باقا طامعه هي تشري دانون، باقا طامعه تشري كوجاك، باقا طامعه. يعني هنا التساؤل كيطرح نفسه، واش البنت على قيد الحياة اللي كنتمناو؟ واش البنت عجوزة شي مكان؟ هذا هو سؤال يطرح في نفسه. المشكل الكبير هو أن حتى السلطات أو لا حتى المصالح ديال الصحة لامور يعني ما ديكلارات حتى شي حاجة. هنا كنقولوا على أن أسير ولله الحمد راه باقا في الحياة باقا كاينة، لكن فين هي؟ هو السؤال. نرجعوا معاك لعند أسير. أسير يعني قلنا معاملتها مزيانة، التصرف ديالها مزيان، ما كتعاني حتى شي مرض من الأمراض النفسية أو العقلية، ما عندها حتى شي حاجة مثلا اللي غادي تدفعها أنها حتى العمر ديالها ما كيسمح ليهاش على أنها تاخذ البادره وتخرج تخرج مثلا شي واحد يغر بها او لا. هذا بالنسبه لاسيه، لقيت انها انقطعت الدراسه باش شفت راسها؟
في الدار بحال هكا نخرج انا وياها، ما عادي تبقى تتفرج التلفازه. قلت لها ندخلك للسونتر، قالت لي اها ماما. مني مشيت قالت لي حتى شهر 9 عاد كيبداو التقييد. مني مشيت لشهر 9 نقيد قالت لي راه باقي ما كاينش التقييد، مني غيكون التقييد هو غير حدايا. قالت لي مني غيكون التقييد غادي نعيط لك. عطيتها نمرة التليفون صافي. مني مشات بنتي صافي ما بقيتش رجعت عندها، واخا عيطت ليا قلت لها الدريه اللي كنت باغا نقيد راه مختفيه ما لقيتهاش. عادي زعما ماشي ما كتخرج ما والو، باركه معايا في الدار نخرج انا وياها ندخل انا وياها. الا مشات كنمشيو عند ماما، كتبقى معايا ديك اليومين 3 ايام كتجيبها ماما وكتجي، ما كتخرجش حتى في الدار عندنا لهي ما كتخرجش. واخا شي رساله للناس اللي كيشاهدونا او لا حتى هي بنفسها ربما تكون كتشوفنا الله اعلم. لا كنتي كتشوفيني بنتي غير رجعي كما كنتي رجعي، راه انا بغيتك كما كنتي انا بغيتك. راه باباك مابقاش كيمشي للخدمه، باباك راه مابقاش كيخدام، باباك راه مرض بالدار مابقاش بغى يدخل لها. قال لي بنتي اسيه ما كايناش، انا راني مرضت ولا خوتك مابقاوش حتى هما كيما كانوا. اخوك كيدور ويبكي يقول لي ماما بغات اسيه، ماما بغات اسيه. صافي انا مرضت، وانا كنتمنى من المواطنين اللي شاف بنتي يعيط لي، وليلي شاده شي واحد ولا باركه عاد شي وحده تعيط عليا وتقول لي هاي بنتك راه ما عدش مناش تخاف، ما عدش مناش تخاف. وبنتي اللي كنتي تشوفيني غير رجعي، ما عدش مناش تخافي، ما عندك مناش تخافي، غير رجعي غير رجعي ليا. راني مرضت وراني تكويت تكويت عليك بزاف، عرجعي ليا بنتي. مشاهدينا الكرام، على لسان الام على لسان الكبده، كبده محروقه والبنت غايبه مده ديال شهرين، اش كتاكل اش كتشرب اش كتفرج في الناس. ظروف الحياه ديالها حاليا كيعلم بها غير الله سبحانه وتعالى. نتمناو من الله سبحانه وتعالى انه يحفظ هذه البنيه حتى ترجع لوالديها والمينتها سالمه ما فيها حتى شي حاجه. النداء ديال الام كان صريح وكان واضح، حتى الا كان شي حد غرو الشيطان كان محتاجها ينعل الشيطان، ما يخليش هذه الام هذه محروقه الكبده ديالها والاب ديالها اللي حتى هو لا حول ولا قوه الا بالله ما بقاش قادر يمشي حتى للعمل. العمل هو اساس ديال الحياه ديالهم باش يجيب لهم قوت يومي. غالب الله خاطر ديالو خاسر، الله يسمح لنا من الوالدين. نتمنى على ان الساده المشاهدين وجميع المغاربه اللي شاف هاد البنيه هادي تعرف عليها اولا عنده شي معلومه عليها جزا الله بخير، يتواصل مع العائلة أو يتواصل مع الدرك أو يتواصل مع الشرطة أو يتواصل مع من ما كان ويتواصل حتى مع الجريدة. نتمناو على أن خوتنا المغاربة الحنان كيعرفوا من حق الوالدين من حق الكبدة لأنهم فعلا يعاونوا هاد البنية اللي ترجع لدارهم ربما تائهة ربما أصابتها مصيبة في أمر ما خلاتها تفقد مثلا حتى النطق أو لا حتى الذاكرة وما عرفاتش، لكن الصورة تنطق على ما فيها. هذه هي أسية. نتمناو على أن الله سبحانه وتعالى يحفظها ترجع لوالديها. نتمناو كذلك على أن المغاربة فعلا يكونوا وطنيين، لأن هذه المواطنة هي أننا نحافظوا على بعضياتنا، لأننا نواسيو بعضياتنا ونساندو بعضياتنا. أم آسية حافظ الرقم الهاتف ديالك، قولي لي 06 84 93 43 86. عاودي 06 84 93 43 86. نتمناو على أن الرسالة ديال الأم تكون وصلات، حسوا بها القلوب الرحيمة. جزاكم الله بخير وتحية لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.